كريم، نروح لعقوبة كده رياضية برضو غريبة شوية، عقوبة غريبة وجديدة. خلينا نقول فرض الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم غرامة مالية كانت قيمتها 1200 دولار على لاعب فريق أوكس لقيامه هنا بقى بإيه؟ بتقبيل الكرة خلال المباراة، مباراة في الدوري المحلي تحديدا، في ظل طبعا تفشي وباء كورونا المستجد. ده أول لاعب بتتم معاقبته بهذه الغرامة اللي فرضتها رابطة الدوري الإكوادوري لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19. وطبعا يعني مش دي أغرب عقوبة، قبل كده كمان تم فرض غرامة على 5 لاعبين آخرين علشان قاموا بتبديل قمصانهم او التيشيرتس بتاعتهم يعني، وهو فعل اخر كمان محظور مفروض الوقت ده بسبب كورونا. كمان تمت معاقبه بعض الفرق لعدم الامتثال للتدابير الصحيه، ابرزها لعدم توفر مجموعه الاسعافات الاوليه او توفير الكحول او صابون حتى اللي هو بتاع تطهير الايدين. يعني تخيل بقى بعد ما فاز وهو مبسوط، بس باس الكوره قام بتقبيل يعني كره القدم فغرام. لا ما هو ده اللي شفناه بقى من جراء الكورونا. وعلى فكره اخبارنا كورونا لم تنتهي بعد، صحيح. تلقى نادي فوق